نكس بدينا من اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك مطار مطار من الخارج قلت وش ذا السهوله ما في غير بس انا انصدمت من السهوله لحية اوه كانت كبيره تقول مطوع أيوة. يوم يا رمضان اعطيناها أيوة. انت حي قلت المطار الملك خالد شو قال الف مبروك الف مبروك جواب صح ايش سبحان الله الراحه والاحساس هذه هجت مع من والله لا راحه ولا احساس حرام اللي صار خلوا كلام انا باقي ماني مصدق انا بقول لكم انا بقول لكم حاجه من ناحيه الثقافه فلك الحمد يا الله لك الحمد ربي اعطاني من الثقافه من الله به علي الى درجه والله الذي لا اله الا هو من يوم دخلت البرنامج الى يومك كان كل معلوماتي مضروبه كل الاسئله اللي جتينا رميها من غير رام اي شوف كيف ثقافه كذا صار رميها غير رام مو شيء صح طالع في وجهه هذا الغبون طالع في وجهه ابو نهل اذا قال 1930 1999 اقول 1999 يعني هذا اللي انت تبني عليه بس نبقى. لو دخلت مع ابو مهند مع برنامج بعد الحروف والالف اني لا اخذ اني اعرف اني اعرف نبره الصوت في الصح والخطا زين 99 المفروض تكون خطا لان قالها بسرعه لا اما اللي لك عندها شوي ارفع صوتك يا عامل برفع الصوت يا اخي حتى انت ما شاء الله عليك نبيه ذكي نبيه يا عيال ترى من يوم ولدت ما تعرفون النباه هذه جايه فطره ولا تطلع من البرنامج وبتشوفون اذا ربي اذا جيتون يديني كيف انا نبيه لكن هنا يعني مالي نبيه ما. صح لي لان عشان المكان مغلق لا مش المكان مغلق حاسس حاسس ان عقليته اكبر من عقليه الشباب الموجوده ما شاء الله شوف هذه نقطه اذا كنت تحس عقلك اكبر من الشباب الموجود لا تجادل جاهل يعني اذا جيت تجادل ربيع فهو جاهل في اللغه العربيه فانا اصح منه كلاما وقولنا فعلا ربيع ربيع ما هو فصيح ما هو فصيح محمد مساعد ما يركب كلمتين على بعض محمد مساعد ما هو فصيح محمد عبد العزيز بن مطلق مقدم وكذا لا انا اقدر اخذ تقديم بحركات يعني تقدر تسحب لا 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 حالكم اخبار اذا كان هو يقدم تقدر تسحب التقديم منه وانت تحاور بداله اكيد اخذه من عند عينه يعني نفس الحين ها انتم جالسين الحين صح؟ تحدي اسوي لكم مقابله اسعد الله مساكم كل خير اليوم فقرتنا اجلس ولا تسولف اجلس ولا تسولف ضيوفنا غير متعلقين في مجال الشعر في مجال الروايه والابداع في مجال الفصاحه غير غير وانتبه هذه غير متعلقين يعني نمسك شفت كيف الكلام كذا ما اسعد مطلق كذا انا كيف وشو ما فهموها عرفت كيف؟ ضيفنا الاول بخيت بن حليم اهلا وسهلا استاذنا الفاضل عبد الله الخماش من المقدمين الغير شوف في الاعلام في الاعلام ويتكلم لازم يكون كذا طالع فيه غير متواجدين في الساحه يكون له نبره وله بصمه في كل منبر فانا اتشرف اليوم بعدم لقائه والله يوفقنا وياه التوفيق الطيب الله يطول عمرك عطنا شو بس صدف اني قابلتك اخوي عبد العزيز المطلق يا هلا مرحبا يا هلا وسهلا انا غير متشرف وغير ممتن وغير سعيد الله يسعدك الله يطول عمرك اذا انت غير سعيد اكيد انك سعد او عبد العزيز عبد العزيز وين اخوي النباهه تقولها النابغه عالم الفصاحه لسان العرب اخوي ربيع القحطاني حبيبي الحقيقه اليوم كان فراس كربيع طالع في المقدم اللي حقيقه اليوم كان من افضل الايام وكسبت فيها 4000 وسمعت محمد عبده ويعني شفت يعني الحياه الجميله اللي الناس عايشينها ولكن فيها لحظات سيئه الحقيقه صادني ساحر وخصم علي 300 وتلاقيت اطلع فاصل يا جماعه لان بيقول بس الموقف هي قصه حياته لين طلع من الغريه وصل وين وسوى هذا الضيف المسترسل تذكرونه الضيف المسترسل فاصل فاصل ولا الضيف الثرثاء فاصل فاصل فلنبدا هيا بنا فلنبدا برايم ما في محمد فواصلنا كف على جدار زد رصيدك جدار رصيدك جدار جدار انا شاعر ما هي ما يقول ما يسلم سلاحه يا اخي انا خاطري عبد الله يطلع ابراهيم بس ابي اشوف ايش الله بيسوي ترى يتوتر يا عيال
ترى يروح فيها رضيع القحطاني يعرف فيها حاجة ما يعرفها رجال في هذه القرية. لا أنا صراحة صراحة أنا بجاملك لأنك أخذت الحصانة. هو حصانة عنده وين رايح؟ يدخل الربيع. مبروك يحسدك الربيع ما يحبك ما يحبك الربيع يحسدك. أنا بس أبي أشوف وجه عبد الله وكذا واقف قدام اللجنة. ما تختن قوم هاي. صمت. لا فكها. أنا ما أعرف أفكرها. أنا أعطيكم طبع فيه قد يعرفها. أنا والله لو تخليني أتكلم قدام 6000 شخص في مسرح إن ما عندي مشكلة يعني ما أتردد، لكن قبل الظهور بعشر دقائق يجيني توتر إلى درجة أسامد اللي تحت. لا ما هو ترجفة. يجيني قلق قلق نفسي طبيعي خفقان والله والله طبيعي طبيعي يجيني قلق، لكن مجرد أطلع خلاص. مجرد أطلع والله لو أجلس ساعة النعاد. طبعا حسيت قبل أخذ الحصان لإبراهيم اللي دخلت الحصان إني إبراهيم وروح عند ربيع القحطاني وأعطيه فكرة. والله أنه أنصدم من عقليتي، هو يحسبني بس كذا أسأل بس خليت كذا صحيح سطوري سطوري عليك يوم تلقى ربك كيف الفكرة. والله العظيم انها كان تاخذ كرت الدحم شفت ليه غرك ترى انا عقليتي ذهبيه. انا اذا جيت هذه النسخه الذهبيه خلاص والله ابى اسوي مثل والله ما قدرت. انا اذا جيت اطلع في البرايم شوي بس باقي دقيقه ويقول اسمي الشباب اللي يقول برافو يا ربيع خليك قوي يعني كطلة تحفيزية. الخماش مسوي يعني انسان يقول ربيع مسوي انسان خلي يساند سوي انسان. هذا من الضيوف اللكيعين يا النور يتوتر يتوتر يقول قوه انا انا هو اللي انا اللي بطلع برايم هجي اهدي واقول مالك ان شاء الله بعدي زين لا تبى الصدق تبى الصدق ما اقول لك شيء صار انه ولا صدق فيك ادري ما صدق والله ما صدق ما صدق في حرف من ربيع كيف الطريق حق لي اجي يحب لي تفكر انا اقعد على زاويه ليش اقعد كذا انا اقعد على زاويه زين واقول لكم صوره الكوثر اي صوره الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانك هو الابتر هذه يثبت كلامك هذا وقف هناك على زاويه واقول لكن اسمع بعض يقول لك حتى لو كان تدري لو كان متمرس ولو كان من 20 سنه وهو في الاعلام وطلع على منبر اعلامي وقدامه حشد خفقان القلب التوتر هذا طبيعه الانسان عرفت يا سلام هذه موجوده والله انا كانت موجوده عندي وكنت اعتقد انها يعني شيء مش كويس فرحت اسال العيال اللي والشباب اللي يعني لهم باع طويل خصوصا المنابر والحفلات باعك ذب زين والله حلو والله محور حديثا حلو ايه المهم فرحت اسالهم قالوا قلت يعني التوتر اللي يجيك قبل لا تطلع أنا مشكلتي التوتر اللي يجي قبل ما أطلع إذا طلعت على المنبر والله العظيم ودي ما أنزل من المنبر خلاص استرسل فكل اللي كانوا يطلعون واللي لهم يعني مرة باع كوع اللي لهم مرة بالإعلام كلهم أجمعوا على ذا الشيء واللي عنده صبع أجمعوا على ذا الشيء أنا كيف حليته كيف في دعاء يقال قبل لا تطلع أو قبل ما تدخل مقابلة شخصية أو قبل ما تدخل اختبار اللي هو يقول اللهم إني أتبرى من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك اللهم انصرني ولا تنصر علي واعني ولا تعن علي ودلني إلى طريق الهدى هذا الدعاء يسر لك أمور واجع عندك اختبار عندك مقابلة شخصية عندك اجتماع عندك تغيير مسار صح الدعاء هذا أعطيكم سالفتي مع التوتر أدرك سواله اي والله سواله انا يا طول عمر والسلامه يعني لك الحمد يا الله تراها من التربيه من الشيبه سلام ابوي وجدي لمن هجونا ضيوف يعني يقول ضيوف هذول العيال عمنا ولا زي كذا قرايبكم إيه ايش يقول مني عبد الله عطنا سالفه اسكلي في المكان الفلان لازم يخليك تشارك في المجلس صار وجود مجلس وجود رجال انك تواجه رجال عندنا شيء عادي لكن موضوع انك اذا صرت انت تتكلم وقدامك ناس مسرح منبر زي كذا كانت بدايتها من الاذاعه كنت اتهرب اني اروح في الاذاعه واذا رحت اقعد احفظ واسردها وامشي عرفت كيف؟ احفظ واسردها وامشي يعني ما استمتع في الطلب ترى لها متعه صحيح والله لها لذه ولها متعه مشت الايام اللي انقلني في الجامعه بديت انعرف
بديت انا اعرف انا عبد الله خماش عبد الله خماش عبد الله خماش طول عمري سام اروح اماكن. انت بداياتك عفوا بداياتك منابر اعلاميه؟ لا لا كيف نعرف؟ اقول لك من 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 الجامعه فتره الجامعه انا بديت اشتغل على نفسي من باب البرامج وتطوير الذات. ايوه لا ما هو تطوير الذات برامج انك يا دكتور تصير تنعرف عرفت صار الحمل علي واجد يعني انا اواجه ناس انا اللي اختل عني اقعد اجادلهم اجادلهم انا اللي اختل المفروض هو اللي يختل عرفت كيف؟ لين جاني موقف يا جماعه مع رجل ما انساه له بالفعل في الجامعه كان في حفل في الجامعه ودورون واحد يبونه يقول قصيده اظن هي يوم وطني او زي كذا حفل بسيط في الجامعه يعني عن جامعتنا في سرة عبيده يعني العدد وفي ثلاث تخصصات يعني العدد 120 حلو 130 وهي جامعه والله ما زل عليكم اروح البيت ذاك اليوم والورقه معي يوم دريت اني بكره بطلع وانا يا عيال ما جاني النوم تهويس ولا جاني ما ابغى اكل خلاص تهويس خلاص إيه لا ابغى يجي عندك انك بتطر تبي تخلص اي وخفت اني اجيب العيد خفت اني اجيب العيد خفت ايوه خفت اني اجيب العيد ازل بحاجه ولا كذا ولا توتر شكلك يجي زفت وعوال الجامعه كلهم وفي صلاه عبيده كلهم وانت مفكر انه يعني كلهم يعرفونك ايوه وتعرفت العيال عم وقارب كلهم عيارين كذا فهمت الشغله يعني الحمل الدبل ودبل يبغى لها ظهور شنيع ايوه يبغى لها شيء تطلع يجملك ولا اقعد بس انت اروح البيت اروح المجلس اي والله احط مراكي اقسم بمن احلى القسم ما ازل علي احط مراكي واقعد احفظ كل ما احفظ القي على المراكي انا القي على المراكي مثل من انا ايوه القي على المراكي القي على المراكي ليتك تميت على المراكي ليتك ما انطلقت ليتك ما انطلقت اشغلتنا بس بديت اقول عمر والسلام حفظتها واللي علي بالخير واني اروح الجامعه مسكني الدكتور قال ميدي يقول لا اله الا انت الحين كيف تلقيها؟ قلت بلقيها بكذا وكذا كان ابغاك تطلع عند شخصيتك عبد الله خمر يا سلام شخصيتك صوتك صح. نبرة صوتك الله والله مبحوح حمزي الله ترى نبحة نبحة ايوه نعرف ان نعرف ان النبحة نوع من انواع بح. 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 رجعت لسانك طلعت لسانك رجعت اسف الله الذي خلقني وخلقني رئيس بلدي وموظفني وساحب علي تراها تراكم يا عمر تراها تراكم لا وفاصلك ترى اعلن اعلن فصلك تعرف لو فصلتني كيف باسم شفتني مفصوله اعلن فصلك عبر الاثير اللي تبغى اصلا طيب لك من رسالتك والله حلوه سالفته لكن والله انا فايده لنا نصيحتي يوم قلت لك خليتك تمت على المراكي هي هذه لا شوف هذه طبيعتي لو اني بسوي شيء طبيعتك انك والله اني داخل صوتك جميل قال خليك على ما هو صوتك جميل قال خليك على صوتك بحها على 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 فعلك لا تاخذ انك تلقي قصيده انك تاخذ لا 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 لا, لا خليك على طبيعتك واطلع وانت عارف ان كل اللي قدامك يا طويل العمر والسلام اوادم لو يطلع لا اكيد بساس صح بساس تحط عليهم كشاف عيونهم لا ما كل اللي قدامك لو يطلع هنا انه يحس بنفس شعورك كل الاوادم تحس بنفس شعورك فطلعوا قلتها أبعد. والله اني ما انسى القائل ذيك القصيده بعدين يوم خلصت إيه؟ حسيت بانجاز ترى شاعر يوم خلصت حسيت بانجاز اقسم بالله كلهم يجونك لا لا شفت اللي كان في كم بعدين خلاص صرت لو يقول بكره في حاجه عاد بكره بعد دخلتك الثقه يعني من موقف واحد انحلت العقده ايوه إيه انطلقت شوف هو الخوف والرهاب من الكلام قدام الناس هي قضية شائعة عند أغلب صح. أغلب أغلب الناس حالات نادرة يجيك واحد ما عنده مشكلة في ذا الأمر والإنسان في كل الأحوال في كل الأحوال مع الخوف في صراع ركز على الإنسان مرات تتغلب على الخوف ومرات الخوف يتغلب عليك لا تتوقع أنك بتدخل في أمر وما راح يكون خصمك الخوف صح ترى الخوف معك دائما وأبدا في كل الأشياء في رهاب اجتماعي بعد هذا مرض موجود هذا مرض هذا نوع من انواع الخوف مرض كل شؤون حياتك ينافسك الخوف معه يا اما انك تكمده او انه يكمدك واحد منكم بيغلب الثاني بيفوز على الثاني واحد منكم بيفوز على الثاني كونك تواجه الخوف في بعض الامور ترى ما هي مشكله فيك صح هي حرب انت ستخوضها بلا ادنى شك صح في اي موضوع يا رجال اي 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 حاجه اي حاجه
تختلف المستويات، مرات يكون الخوف عالي مرة ومرات يكون الخوف قليل جدا، بس إنها إيش اسمه الخوف كل ما استوعبت إنه معك دائما كل ما سلام. خلونا نشارك، خلونا نشارك على خشم. والله أنا عندي سؤال بنشارك فيه كلنا، أشكركم بتكلم عن الخوف. بتكلم عن الخوف. تكلم. الله يجعل السكون تخلعكم ما توقف بكم إلا في جبال ضلع. نفروبك. تعرفون الخوف. نفروبك. نفروبك. الحين لا جو يمك أنت. أسمع. الرهاء إلا الخوف. الحين لو قالوا لك اطلع يا خماش. دقوا فمك. يمكنك تلعب. لعب أرضه. الحين. دقوا ثمك. اسمع. لا استغفر الله لو قالوا لك تكلم الحين طلعوا قدام 100 رجل قالوا يلا صرح الان ما فيش عادي الحين عادي يعني خلاص راح 100 شوي عادي. انت تتكلم عن الوف 100 شوي والله 100 يسكروا مجلس والله يا عمر اقسم من احد القسم ما عاد عندي اي خوف من اي حاجه اللي يمكن الحين الحاجه الطبيعيه اللي فينا انك قبل تطلع نوع من التوتر نوع التوتر بس ما هو نفس قبل عرفت اللي تشيل ما ادري ايش همه خلاص خوف انا اذكر 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 قتال جري بسم الله عليه اذكر يمكن في المدرسه زمان ما كنا نعرف انواع المرض والخوف والامور هذه كان واحد عنده رهاب رهاب الرهاب وش وصل فيه في المرحله الطوابير يوم يشوف كثافه الناس واقفين في طابور يصارخ يصارخ لين يغمى عليه والله العظيم ودارت الايام ليش تضحك شيك تضحك مركز معه دارت الايام وداومت واشتغلت وكذا وكبرنا نسيت هالرجال لين حصلته اجتمعنا في مكان واحد وحصلته في مكان فيه تجمع بشر يا هالرهاب مره ثانيه بعد 20 سنه ما شاء الله اي والله اي روح ما يروح هذا مرض مزمن بعد 20 سنه ما ادري هو قال عمرك ما قال المره الاول مقاه كان صغير كان عمري 10 سنوات 9 سنوات يا بخيت بخيت بس والله كان عندي سؤال تشاركوني انا بس اقصد انا بس الخماس سؤالي سؤال مهم جدا صدق خوف بتاء انا اخذته اعطي لما قلت بتاء اخذته اعطيت معه انا واحد وشو بسم الله لا ما شاء الله تبارك الله وثنيان بعد تبارك الله اي فقعدت افكر قل فهري قلت بتاء يعني مستحيل ان بتال كذا جاء وطلع كذا وصار متحدث وصار بالجرأة ذي وبالتفكير هذا مستحيل الا فيه يعني اشياء كانوا يشتغلون عليها العائله صح فجيت خماش قلت خماش تكفى وش 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 الشيء اللي وراء هذا الظهور الجميل بتال ما شاء الله اي والله اللي جابه هو جاوب لكن ابيكم تستفيدون انا استفيد والناس كلهم يستفيدون من الشيء اللي سواه هو يلا خماش عززنا لك اليوم مسلم كيف ها اسلم كيف بتاع هو داخل بدا انا توني صاحي من الصبح توني صاحي عزيزي انت مريض ايش فيك انت يلا لا والله والله انا تكلمت انا عبد العزيز والله بعد البث يمكن حوالي ساعه اي والله في هذا الموضوع كان بتاع اخوي نفس المشكله والله يا جماعه بتاع كم عمره 19 ما شاء الله 19 لا والله انا اكبر من كذا صح سادس بتاعي كم يا عيال اخوي هو الاخو سادس اني 11 الزبدة كان نفس هذه الطريقة الخوف والله يا ناس دينو سأل عنه إني أنا وأنا أخوه أجي أكلمه إني يستحي حياوي إيه مس كذا حياوي الزبدة قال بوي ادخلها معك مع أخوياك خذها معك مع أخوياك عرفت إن إحنا كبار هو صغير فكثر جلستها في البيت يا واخذها معي يمكن والله إنها 3 أو 4 سنوات وأنا وياه عصرية في الاسطبل مع الخيل أخوياي مسفر الناصر اللي جو ذاك اليوم تعرفونه الله يسعدهم بيض وجيههم من كثر ما بتال صار انه نفسنا كأخوة صار يروح عند ناصر أنا أبا أخيل معك إذا قلت تركب الحصان بجي معك وبنطلع سوا ويروح يساعد ناصر ويعاون ذا ويروح يعاون ذا ويحفظ من ذا قصيدة ويحفظ والولد يحفظ حفظ شهر لو تقول ميدا ربيع ايش اكثر كلمه يكررها يعرف ايش اكثر كلمه يركز يعني وش يركز احمد الله وشكره الحين بالطبع بتال الاول على المدرسه ما شاء الله تبارك الله مدرسه ما يطالب 600 طالب القماش وراعي خطابه وجراءه ترى بسبب هذا الشيء احتكاكه بالناس اللي اكبر منه ويجادلونه ويعطونه دافع معنوي هذه تعال يا حسن تعال ما قطر في نقاش مهم تكفى ابو سعد ما قطر عمر باقي في نقطة هذه يا عيال لها دور كبير على أي واحد كبير ولا صغير القرآن الكريم
قرايته وحفظه لا دور كبير. هذا الشيء اللي يمكن خلاني أتكلم. أنا بس بعلق على الجزئية اللي أنت قلت إنه كان عنده مرض الرهاب الاجتماعي بعدين تعافى من 20 سنة بعدين رجع له. ما أدري ما قلت لك تعافى. لقيته بعد إن المرض هو ما تغلق. خلي أقول لك فكرة. لازم نتيقن مو بنتأكد نتيقن إن كل مشكلة لها حل. ولا خلقنا داعنا إلا وله دواء. نعم مهما بلغت مشكلتك ومهما طالت فترتها الزمنية خذيت لك 10 سنين 15 سنة وأنت تعاني سواء من خوف سواء من قلق أيا كان اعلم وتيقن إن في حل للمشكلة. حتى أنت لما يجيك مثلا خوف ويستمر معك 3 سنوات وتتعافى منه 20 سنة بعدين يعود لك تمام ترى مو معناته إنه مرض ملازمك وما راح يطلع منك لا أنت أصبت بذا المرض وعالجته لمدة 20 سنة وأنت سليم منه ثم عاودك المرض ستتخارج منه مثل ما تخرجت منه في المرة الأولى. صح طيب. قد ما كان مشكلتك قد ما كانت مشكلتك عظيمة خل عندك بنفس حجمها يقين أنها تستطيع أنك تتغلب عليها مهما كانت. صحيح. ولا في يا ولد سفر الدغيل بيقول ولا في الوجود كبار دام العزوم كبار بلاش نصدق زخم الإعلام والهالة. معلمكم المتنبي العود يا شعار صح أنه مش فيكم غفلتوا عن أقواله. لا يوجد مشكلة ما لها حل. صح. خوف قلق أي شيء من صواديف الحياة لا تتوقع. صح. في يوم من الأيام أنه بيكون عائق كلي لك. تبي تجربة؟ ممكن يكون عائق جزئي في فترة معينة لكن ستتجاوزها طبعا. تبي تجربة؟ حسيتك لو هتكلم بتقول هيا بن لا لا جد تبي عن تجربة؟ أي. أنا بقولك أنا عن تجربة. نعم. بأمانة أنا لو ما لحقت نفسي والله نبأت والله العظيم نبأت ما أدري حسيت مثل الضيقة كتمة. طيب. لدرجة لحيتي هذه كلها ثعلبة طلعت لي في راسي من وراء من فوق كلتني الثعلبة. الثعلبة وش أسبابها؟ من أسبابها الضيق الاكتئاب الأمور هذه نفس لين قلب أجرب والله والله أني نفست. نحن عندنا كل يوم شباب يتجمعون في بيت شيء أنا بشيء لا لا قبول الصفر هذا صفر من أول من كحل عيون اشتغل على القبول أوصل مثلا بوصل عند البيت هذا البيت عند العريش أشوف سيارات مباركنا والشباب أخوياك والله العظيم أني أدور أرد البيت كارهم كاره اللمة كاره الناس كاره العرب ما فيني شيء. فجأة رحت لعدت فترة شهر شهرين 3 شهور 6 شهور والله ما طلع من البيت مرضت العالم يتصلون بخيت وين والله في الكوفي هم أقولهم وين أنتم مثلا أنتم وين يقولوا في البيت أنتم وين في الكوفي تعال قهوة عندنا يا رجل أقولهم لا بيكم وسكر يتصلون بي بعد ساعة ها وين ميت أقولهم والله انشغلت وأنا كذاب في البيت ما عندي لا شيء ولا شيء لين حسيت أني بديت انهار ايه وسويتها اول ما سويتها توضيت وقمت اصلي اتحجد وابكي وادعي الله اقول يا الله طلعني من الضيقه اللي انا فيها وانا ما اعرف وش سبب الضيقه هذه تميت يوميا اصلي فروض يخلها اصلي ركعتين بديت اهدى بديت ارتاح افتح القران واقرا لمده تقريبا اسبوعين بديت اني احس اني بديت انطلق للحياه وابيها اول ما سويته رحت وعالجت الثعلب شهر ثوم صح لا لا ادري خلاص الثوم هذا ابوي ثوم انت يا انت موجود لكن اللبر هذه تكلس ضربت اباط عرفت حق لي الشعر وكذا وتميت شهر والله من اسمع صوت الاذان عد يقول لا اله الا الله اني داخل على باب المسجد التزمت التزام مش طبيعي اي والله انتشلني في خلال شهرين طلعت من جو البخيت المكتئب للبخيت اللي رب طبيعي مثلهم ما شاء الله فالعلاقه مع الله معاه مع رب العالمين اقوى من اي مستشفى اقوى من اي علاج اقوى بس تحس بنفسك انك ميلت حسيت لحظه حسيت نفسك ميلت من الطريق ارجع 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 الرب ارجع الرب هنا ربيع النور